أعزائي تلاميذ سنة ثالثة ثانوي إعدادي متتبعي قناة التربوية، أهلا بكم في هذه الحلقة حول موضوع وظائف الربط. المقطع الأول: الجهاز العصبي والحساسية الشعورية. لتحميل الموارد الرقمية الواردة في هذه الحلقة زوروا الروابط التي أنشرها أسفل الفيديو، لا تبخلوا عن قناتنا بالانخراط والإعجاب. أعزائي التلاميذ، إن جسم الإنسان يستقبل من محيطه الخارجي والداخلي عدة إشارات بواسطة الأعضاء الحسية. هذه الوظيفة تسمى الحساسية الشعورية، ثم يستجيب لهذه الإشارات بواسطة عدة استجابات مثل الاستجابة الحركية. إن كل من وظيفة الحساسية الشعورية ووظيفة الاستجابات الحركية تربط جسم الإنسان بمحيطه، أي تمكنه من التفاعل مع محيطه، وتسمى بذلك وظائف الربط. إن هذه الوظائف يؤمنهما على التوالي الجهاز العصبي والجهاز العضلي. فلندرس أولا الجهاز العصبي والحساسية الشعورية. عندما أفتح قارورة عطر في القسم أو عندما أحضر زهورا، فإنكم تشمون رائحتها من بعيد وتتعرفون عن طبيعتها رائحتها بواسطة حاسة الشم. وعندما أقرع جرسا تسمعون رنينه بواسطة حاسة السمع. وعندما تتذوقون ليمونة تكتشفون حموضتها بواسطة حاسة التذوق. وعندما تلاحظون منظرا تكتشفون ألوانه وأجزاءه بواسطة حاسة الإبصار. وتعرفون جيدا أن الضرير يستعمل أصابعه للقراءة بواسطة طريقة براغ. إن الحواس إذن تمكن الإنسان من التعرف عن التغيرات الكيميائية والفيزيائية والحرارية التي تحدث في محيطه. وقد بينت الملاحظة السريرية أن الحوادث التي تصيب الجهاز العصبي ينجم عنها فقدان حاسة أو جزء من حاسة، لأن الجهاز العصبي يتحكم في الحواس. فكيف يتحكم الجهاز العصبي في الحواس إذن؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقوم بالأنشطة التالية. من خلال هذا النشاط الأول سنكتشف مختلف الإشارات أو المنبهات أو المهيجات الحسية التي يستقبلها جسم الإنسان من محيطه الخارجي ومختلف الأعضاء الحسية المتخصصة في استقبالها. إن صور الأشياء المضاءة كمهيجات حسية تستقبلها الكرتان البصريتان بواسطة حاسة الإبصار، والأصوات وهي موجات صوتية يستقبلها الأذنين بواسطة حاسة السمع، والروائح وهي مواد كيميائية مبخرة في الهواء يستقبلها الأنف بواسطة حاسة الشم، والمذاق وهو عبارة عن مواد كيميائية دائبة يستقبلها اللسان بواسطة حاسة التذوق، والحرارة والبرودة والألم والضغط يستقبلها الجلد بواسطة حاسة اللمس أو الإحساس العام. بما أن الجهاز العصبي كما أسلفنا هو الذي يتحكم في جميع الحواس، فلنكتشف أولا أجزاء الجهاز العصبي في هذا النشاط الثاني. من خلال ملاحظة هذا الرسم يتبين أن الجهاز العصبي يتكون من الدماغ الذي يشتمل على المخ والمخيخ والبصل السيسائية وهو محفوظ داخل الجمجمة، النخاع الشوكي وهو حبل يتفرع من الدماغ ومحفوظ كذلك داخل العمود الفقري. إن كل من الدماغ والنخاع الشوكي يشكلان الجهاز العصبي المركزي. الأعصاب وهي حبال تتفرع من النخاع الشوكي وتتفرع من الدماغ وتعصب جميع أعضاء الجسم وتنقسم إلى نوعين: أعصاب سيسائية مثل العصب الوركي تتفرع من النخاع الشوكي، وأعصاب جمجمية مثل العصبان البصريان تتفرعان من الدماغ. إن مجموع الأعصاب ونهاياتها تسمى الجهاز العصبي المحيطي. فكيف يتحكم الجهاز العصبي في الحواس إذا؟ لنكتشف أولا كيف يتحكم الجهاز العصبي في حاسة اللمس. في البداية لنتعرف عن العلاقة بين الجلد والجهاز العصبي من خلال اكتشاف مكونات الجلد. أعزائي التلاميذ، تعرفون بدون شك أن حذف الإحساس بالألم أثناء العملية الجراحية يتم بواسطة التبنيج المحلي للجلد مثل التبنيج أثناء ترميم الأسنان، لأن البنج يوقف مؤقتا عمل المستقبلات الحسية في الجلد. فما هي المستقبلات الحسية الموجودة في الجلد إذن؟ في هذا النشاط الثالث سنكتشف المستقبلات الحسية الموجودة في الجلد من خلال ملاحظة مقطع طول في الجلد. كما يبين هذا المورد الرقمي يتضح أن الجلد يحتوي على عدة جسيمات تسمى جسيمات لمسية مثل جسيمات باسيني وجسيمات ميسنر الخاصة باستقبال الضغط القوي والخفيف على التوالي، وجسيمات كراوس الخاصة باستقبال الحرارة. كما توجد في الجلد جسيمات أخرى خاصة باستقبال الألم. إن هذه الجسيمات اللمسية تسمى مستقبلات حسية لأنها تمتاز بقدرتها على استقبال الإشارات من المحيط. ونلاحظ كذلك أن كل مستقبل حسي متصل بليف عصبي حسي. أين تتجه الألياف العصبية الحسية التي تنطلق من المستقبلات الحسية؟ في هذا النشاط الرابع سنكتشف بنية الأعصاب. عندما نشرح عصبا نكتشف أنه يتكون من عدة حزم من ألياف عصبية يحيط بها نسيج دم وتتخللها شعيرات دموية. إن الأعصاب تشبه إذن الأسلاك الكهربائية. إذن إن الألياف العصبية الحسية التي تنطلق من المستقبلات الحسية تمتد داخل الأعصاب الحسية. فما هو دور المستقبلات الحسية إذن؟
في هذا النشاط الخامس سنكتشف دور المستقبلات الحسية من خلال التجربة الافتراضية التالية. نضع جوسيين باسيني في سائل تجريبي يبقي عليه حيا ونشيطا، ثم نربط الليف العصبي الحسي بمسجل الدبدبات الكهربائية ونضغط على جوسيين باسيني بواسطة ضغط وهي إهاجة ميكانيكية، فنلاحظ أن مسجل الدبدبات الكهربائية يسجل مرور إشارات كهربائية في الليف العصبي كلما تم تهييج جوسيين باسيني، لأن جوسيين باسيني يحول الضغط إلى رسالة كهربائية تسمى سيولة عصبية حسية. إذن دور المستقبلات الحسية هو توليد السيولة العصبية الحسية التي تسمى كذلك سيولة عصبية مركزية عندما تهيج بواسطة مهيج ملائم. إن السيولة العصبية الحسية هي إشارات كهربائية تتولد في المستقبلات الحسية. في هذا النشاط السادس سندرس حاسة الإبصار ونكتشف العلاقة بين الكرة البصرية والجهاز العصبي. من خلال هذا المورد الرقمي يتبين أن الكرة البصرية تشبه الغرفة السوداء التي درسناها في مادة الفيزياء حول الضوء والبصرية. تحتوي الكرة البصرية على أوساط شفافة وهي الرطوبة الزجاجية والرطوبة المائية والقرنية. تدخل صور الأشياء المضاءة عبر البؤبؤ وتسلط صورتها مصغرة ومقلوبة على شبكيات العين. إن الكرتين البصرية متصلتان بالمخ بواسطة العصبان البصرية. عندما نلاحظ الشبكية بواسطة المجهر نكتشف أنها تحتوي على مستقبلات حسية تسمى خلايا ضوئية التي كذلك بدورها تحول الإهاجة الضوئية إلى سيالة عصبية حسية. إذن جميع الأعضاء الحسية تحتوي على مستقبلات حسية متخصصة تولد سيولة عصبية حسية عندما تهيج بواسطة المهيج الملائم. في هذا النشاط السابع سنكتشف دور الألياف العصبية الحسية. أعزائي التلاميذ، إن الحوادث التي تؤدي إلى تخريب الألياف العصبية في العصبين البصريين ينجم عنها عمل العين المتصلة بهذا العصب، لأن الألياف العصبية الحسية تنقل السيولة العصبية الحسية من المستقبلات الحسية نحو المخ كما يبدو في هذا الرسم المتحدث. إذن الألياف العصبية الحسية توجد في كل من الأعضاء الحسية وتوجد كذلك في النخاع الشوكي، دورها توصل السيولة العصبية الحسية إلى المخ وتسمى بذلك موصلات حسية. فنكتشف الآن ما هو دور المخ في مختلف الحواس. لكي نكشف دور المخ في مختلف الحواس نتعرف أولا كيف نوجه الكرة المخية ونتعرف عن مختلف الفصوص المخية وأجزائه في هذا النشاط الثامن. في هذا المورد الرقمي نلاحظ الكرة المخية من جميع الجهات. لاحظوا أن الكرة المخية تنقسم إلى نصفين، نصف كرة مخية يمنى ونصف كرة مخية يسرى. إن النصف الأيسر من الكرة المخية يعصب ويتحكم في الأعضاء اليمنى للجسم والعكس صحيح. كما يبدو فإن الدماغ يتكون من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية. إن الجهة الأمامية من المخ تسمى الفص الجبهي، والجهة العليا منه تسمى الفص الجداري، والجهة الخلفية من المخ تسمى الفص القفوي، والجهة الجانبية تسمى الفص الصدغي. فلنكتشف نشاط المخ أثناء الأنشطة العصبية الحسية. في هذا النشاط التاسع سنلاحظ ونحلل نتائج استكشاف نشاط المخ أثناء أنشطة عصبية حسية مثل الإبصار والسمع والتذوق واللمس. إن تقنية استكشاف نشاط المخ تمكن من تحديد المناطق التي تنشط وتشتغل في المخ أثناء القيام بنشاط عصبي معين، وذلك بقياس نسبة تدفق الدم في المخ بواسطة مجسات توضع فوق الرأس مرتبطة بشاشة تظهر صورة المخ. يبين استكشاف نشاط المخ أثناء الإبصار مثلا اشتغال منطقة توجد في الفص القفوي تسمى الباحة البصرية، لأنها تتلقى السيولة العصبية الحسية التي ترسلها الكرتان البصريتان إلى المخ وتحللها وتحدد طبيعة الصورة المشاهدة. كما أن استكشاف نشاط المخ أثناء السمع يبين اشتغال الباحة السمعية الموجودة في الفص الصدغي، واستكشاف المخ أثناء التذوق يظهر اشتغال منطقة توجد في الجهة السفلى من المخ تسمى الباحة الذوقية، وأثناء الشم تنشط منطقة تسمى الباحة الشمية. إن هذا المورد الرقمي يبين تموضع مختلف الباحات الحسية أو المراكز العصبية
الحسية في المخ. إذن دور المخ في الحساسية الشعورية هو استقبال السيالات العصبية الحسية وتحليلها وتحديد طبيعة الإحساس. يلخص هذا الرسم أجزاء الجهاز العصبي المتحكمة في مختلف الحواس. بالنسبة لحاسة اللمس تساهم فيها الجسيمات اللمسية وأعصاب السيسائية والنخاع الشوكي وباحة الحساسية العامة. بالنسبة لحاسة الإبصار تساهم فيها كل من المستقبلات الحسية الموجودة في الشبكية العين والعصبان البصريان والباحة البصرية. بالنسبة لحاسة السمع تساهم فيها المستقبلات السمعية الموجودة في الأذن والعصبان السمعيان والباحة السمعية. بالنسبة لحاسة التذوق تساهم فيها الحليمات الذوقية الموجودة في اللسان والعصب الذوقي وباحة الذوق. بالنسبة لحاسة الشم تساهم فيها المستقبلات الشمية الموجودة في الأنف والباحة الشمية. في هذه الخطاطة نلخص العناصر المساهمة في الحساسية الشعورية. لكي يحدث إحساس شعوري معين عند الإنسان يتلقى أولا مهيج حسي الذي يهيج المستقبل الحسي الخاص، وهذا الأخير يولد سيالة عصبية حسية التي تنقل بواسطة الموصل الحسي نحو الباحة الحسية المستهدفة في المخ التي تحلل السيالة العصبية الحسية وتحدد طبيعة الإحساس. أعزائي التلاميذ، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكرا على اشتراككم وإعجابكم بقناتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.